الكل بيدق على عصب الشعب والشعب ماله اي ذنب والهدف امشي مرتاح على هالدرب بادب انا غير مؤهل حتى هو بتكذب رغم اني بنتظر عذاب بالقرب منا احنا بكفينا انه الفساد ما كنا من جوا في كل مكان لعب كنا هب مش ضايل غير سلب الروح من الجسد بكفى كون عايش هنا عباره عن عدد عمان انا غير مستعد للنطق والنقد بمشي بحبك ببدا من بيتي اللي احتضني وانت احتضنتي وانا وعيت فيه على قوانين مجتمع مرتفع التخلف الفكري والتحصيل العلمي ابني دكتور ايش بيخسي لما بيقيموني بيطلعوا على شكلي ما بيطلعوا على شو فكري لكن الحكم بيكون على لبسي وبالاخص شو اللي برجلي مش ذنبي انهم علموني كل شي جنسي بصغري وانا حطيت حالي بعالم نظري فرضي مش علمي ربي لساتنا انا بدعي وهم بيدعوا انه بي محرض للعنف مولد مجدد للفتنه مخرب بالفطره مقدد للنظره بيفرض على الدوله خطر ضد الثوره مع انه النظام اللي عنا زي طفره قويه ومتينه وانا من عمان وبنادي تعالوا خدوني يا اصحابي مرتاح من كتر الخوف والخريف على هالخروف مر والراعي غير مهتم بالظروف ما هو لابس الصيف والبرد هلك نشوف مش إمكانية عندي الموت ملكني لساتني عايش عاري راضك والخروف أردن وأرض العزمي إشي بلزمني إشي بثبتني إشي بخليني أضلني أغني عني وعنك عن اللي موجود أنا حر هاي حالي بتولد هالي بتعطي دلالي عن وجود أشخاص لسه بتحس ببرود مجتمع منتهك من عقود كم القروض كم الديون كم شخص تحت هادي الارض مدفون كم واحد بمسك مايكروفون بحكي عن كنز كان مدفون هسه انكشف هالسلسله ممكن اعرف وين الذهب ذهب 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 مع الريح كم متظاهر كان جريح مصاب وانضرب انا العتب انا المؤدب انا مش واحد روح ابيع صوته انا مواطن عقلاني جدا نهايته معروفه هي تابوته انا مع النظام الحالي شو ما كانت عواقب اغلاطه والتغيير اذا بده يصير حيصير لكن وقته